جديد. اليوم الثلاثاء عندنا، اليوم اطول يوم عندي، زياده علي شيئين. طبعا اليوم الثلاثاء عندي لوبين، يبدا الحين لوب من الساعه 8 للساعه 10. الزياده علي ان موعد بنتي اليوم الساعه 11:15، تطعيم من 12 شهر، وبعدها عندي لاب من الساعة 8 للساعة 10 لاب الفيزيكس. طبعا اليوم راح يكون متعب جدا عندي. بعد ما خلص من لاب الفيزيكس لازم اجي اسوي الهومورك لتسليمه، بكرة يكون الهومورك الفيزيكس. فخلكم معاي، ما راح اصور في لاب السيركت الحين، فانتظروني بعد ما ارجع. وخلصنا اللاب توي راجع الحين الساعة 10، اللاب يخلص الساعة 10. طبعا ما خلصت كله، بس خلصت اللي لازم اسويها في اللاب. الحين باقي بس الاسئله العاديه. موعد بنتي الساعه 11:15، بروح نذكر ان شاء الله يدخلونا علشان ارجع واقدر انام شوي، بعدين اجلس واذاكر للاكزام. الحين رايح الشقه عشان اخذ بنتي وزوجتي وبنروح المستشفى. جاهزين الحين بنروح المستشفى. طب اليوم عيد ميلادها 10 اكتوبر، فبنروح نطعم هال 12 شهر. يلا خلوكم معنا. كذا خلصنا رجعنا البيت. سوينا موعد ثاني ل 15 شهر، صار 15 شهر بيكون في جانيوري، تكون عندني اجازه. باقي ساعتين نوصل صلاة الظهر، فبروح اريح شوي. السلام عليكم، رجعت معكم، باقي نص ساعه لما يبدا الاختبار. خلونا الحين نبدا، متوجه عند الكلاس. الحمد لله خلصت الاختبار، طبعا خلص مبكر، باقي 20 دقيقه على ما ينتهي الوقت. ترى بس مو طويل، انتوا ايش اخركم؟ احنا طلعنا ارقام تشبه الرقم اللي طلع من الجهاز، وقال كيف طلعتوا ارقام تشبه الرقم؟ منين طلعتوا الرقم؟ الكالكوليشن حقنا نفس اللي طلع من الجهاز. على السيريس طلعتوه ولا بارلل؟ البارلل هذا. قال اشك فيكم، كيف طلعتوها؟ انتوا احسن ناس طلعها. طيب. يقول شاك فيكم. قلنا شيك من جديد، قال لا لا، وقع لنا ومشينا. يلا خلصت، بروح الشقة الحين. صلاة ما صليت والله، بروح الشقة اصلي وبحل الفيزيكس. انا جاي هنا من قبل من 5:30، توني الحين منتبه الساعة 9:30 ان جوالي ما جبته معي، ناسي في الشقة. فبروح الحين، انا لابس الساعة بس اشوف انه مرسوم فوق انه مش مشبوك على الجوال، بس ما انتبهت له لتوني يعني. يلا خليكم الحين، بروح الشقة مثل ما قلت لكم، بصلي وباكل لي شيء وبحل الواجبات للفيزيكس، بعدين باخذ بريك اللي بروح فيه للمارت، بعدين برجع وبنهي الفلوق بعدين. نسيتكم. من التعب والله، خلصت الواجب وجيت الحين للمارت نشتري كذا شغله. يلا خلنا ننزل للمارت الحين. بس واتوقع كذا راح ننهي الفلوق. ففي نهاية الفلوق لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع. وسيلتكم تحت هني. السلام عليكم.